فريدة، شريف زيدان، شريف زيدان. كده إدارة المكتب لشريف زيدان. شكرا شكرا يا جماعة. اللي اداني صوته شكرا، إن شاء الله يكون عنده حسن ظنه، واللي ما ادانيش صوته برضه شكرا، كلنا فريق واحد. ويا ريت بقى نتفضل نشتغل يلا. ميرسي. ألف مبروك. شكرا يا زين، الله يبارك فيك. أنا عارف إن في بينا وبين بعض مشاكل كتير. طب إيه؟ ما أقدرش أنكر إن أنت جامد جدا عندي في الشركة. بقول لك يا شريف، ما أنت كسبت خلاص. مش لازم تلعب اللعبتين دول. أنا مش بعمل حاجة والله. أنا من أول ما رجعت وقلت لك عايزين ندور على نقطة اتفاق عشان نقدر نشتغل بيها أنا وأنت مع بعض. قول الكلام ده لفريد أحسن. يا زين، فريد أسماء مكتوب بره على اليافطة، مش هيتشال. أنت اللي اسمك مش موجود. فكر. مش عن الأوان نسيب المكتب ده ولا إيه؟ سيب المكتب؟ أنا عن نفسي متأكد إن في 5 6 شركاء هيجوا وراك لو فتحت مكتب تاني. مفيش حاجة من اللي أنت بتقوله ده هيحصل. مبدئياً كده إحنا ماضيين على عقود فيها شرط عدم المنافسة. مفيش ولا حد فينا هيقدر يأسس أي مكتب محاماة قبل مرور سنة أتليست. أكيد في ثغرات في العقود دي. أنا اللي كاتبة العقود. يبقى مفيش ثغرات في العقود دي. طب ما تيجي ناخد أجازة سنة. نقعد بقى على البحر وناخد تان. انت ممكن تاخدي كورس يوجا، طبيخ. انا عن نفسي ممكن اسافر. مش لاقي علينا خالص. انا عارف ده اسمه هروب. انا مش هارب. هتقدري تشتغلي تحت ادارة الزفت ده؟ انا عن نفسي مش هقدر. لا هتقدر، وانا كمان هقدر. عملناها زمان. زمان كان حاجة فريدة ودلوقتي حاجة تانية. الصبر يا زين. احنا هنقعد وهنيجي على نفسنا وهنشتغل وهنستنى اللحظة المناسبة وبعدين هنقلب عليه الترابيزة. هذا اللي عندك يا فريدة؟ الصبر؟ شريف زيدان فضل قاعد مستني 3 سنين. أنا مش هستنى 3 سنين. أنت لسه ما عدتش ساعة اللي حصل. أنت مستعجل ليه؟ لا، إحنا نقعد بقى ونريح كده ونفكر بشويش.